لقائنا اليوم ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، وإذا بهذا الشهر بيزيد فيه التراحم وفعل خير الناس لبعض البعض، فهذا بيدل على حجم التعاضد والتكاتف والقوة بالنسيج الاجتماعي السوري. ومثل ما بتعرفوا، هذا النسيج من أول يوم حرب على سوريا كان هدفه تفتيته وضرب استقراره، لأنه هو بيعبر عن واحد من أهم عناصر هويتنا وقوتنا كسوريين. السوري مستحيل ينام وجاره جوعان، لأنه نحن تعلمنا نساند بعض، نحن كلياتنا انفطرنا على عمل الخير، لأنه الخير بيعم وفيه بركة، وبالتالي اللي بيتساعد اليوم يمكن هو بكرة يساعد غيره، والعكس بالعكس. وطبعاً بأي ظرف صعب من الطبيعي إنه النتائج لح تكون أقل، هذا بسبب الحالة اللي نحن عم نعيشها وبقلة الموارد، ولكن أكيد نحن منعود هذا النقص إذا كان في زيادة تنسيق وتنظيم بين الجهات المعنية واللي أنتوا اليوم كلياتكم بتمثلوها، لنجمع هالجهود الكبيرة من مختلف القطاعات والمؤسسات لنقدر نساعد أكبر عدد من السوريين، والأهم لنقدر نوصل ونغطي أوسع مساحة من الجغرافيا السورية، لأنه واجبنا نوصل ونساعد كل مواطن سوري محتاج وبأفضل الطرق وأكرمها. مثل ما بتعرفوا، الدولة مباشرة بأتمتت أعمالها وتقديم الخدمات الإلكترونية بمجالات مختلفة، فواحدة من الخدمات اللي ضروري تنوجد هي تقديم الزكاة والصدقة والتبرع عبر منصة وطنية إلكترونية، لتكون هي صلة الوصل المباشرة والشفافة بين الجهات المانحة والمتبرعين من داخل وخارج سوريا من جانب، وبين المؤسسات والجمعيات اللي معنية بإيصال المساعدات وتنفيذ البرامج التنموية من جانب التاني. وبالتالي هي الطريقة المعاصرة بتأمن وتوفر كل المعلومات اللي أي متبرع بيحتاجها، وبنفس الوقت بتسهل عملية التبرع من وقت وجهد، وأكيد بالنتيجة كل شخص بيتبرع بالطريقة اللي بتناسبه، سواء كانت عبر المنصة أو بشكل مباشر للجهة اللي هو بيختارها. وبالتالي أي شخص بده يقدم زكاة على هالمنصة فهو بيلاقي السائل والمحروم. فعلى سبيل المثال، إذا الشخص مهتم بالمجال اللي بيدعم القطاع الصحي، يمكن هو يختار يدعم مريض سرطان أو يدعم طفل ليركب حلزون ويصير يرجع يسمع، وغيرها من الأمثلة بهذا المجال. يمكن في شخص تاني مهتم بالقطاع التعليم، وبالتالي هو حابب يدعم بترميم مدرسة أو تجهيز مخبر أو دعم طالب متفوق بمحافظة نائية، وغيرها طبعا من الأمثلة. المنصة كمان بتوفر كل المعلومات اللي بيحتاجها أي شخص اللي حابب يدعم مبادرات وطنية أو مشاريع على مستوى سوريا. ونحن الحقيقة قدرانين نبدأ بهذا العمل، هاي المنصة التشاركية، لأنه هي ما لها وليدة اللحظة، أساسها معتمد على قاعدة واسعة من البيانات عن الجمعيات، عن أعمالهم، القطاعات اللي بيهتموا فيها، انتشارهم بالمحافظات وغيرها من المعلومات، قدر يجمعها مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية اللي أطلقته وزارة الشؤون من سنتين بالتنسيق ودعم من الإدارة المحلية. وطبعاً نحن الغاية بالنسبة لنا نحقق أكبر عدد من العدالة ممكنة، قد ما كانت الظروف صعبة ما لازم نخليها تتغلب علينا.